انطلقت قافلة الأفراح لأنصار اتحاد العاصمة من ملعب عمر حمادي ببلوغين وسط أجواء استثنائية صنعها مشجعو النادي، وصولا إلى مقر الولاية بشارع زيغود يوسف أين نظم حفل استقبال على شرفهم من طرف والي ولاية العاصمة. تتويج الاتحاد هذا العام جاء بعد موسم طويل وشاق أعطى فيه اللاعبون كل ما لديهم، فأثمرت مجهوداتهم لقبا سادسا غاب منذ مدة عن خزائن النادي. فالطاقم الفني للاتحاد واللاعبين القدامى كانوا عاملا أساسيا في هذا التتويج. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup de psychologie avec les joueurs et on a senti certains joueurs un peu libérés. C'est ce qui a fait la différence. التتويج كان مستحق يعني سورتو في المرحلة العودة يعني ما خسرنا حتى مقابلة وإن شاء الله نكملوا بهذا المنوال وبعد باش يديماري أون بوتي لا سيزون بروشان إن شاء الله. والله كان مجهود تاع اللاعبين تاع الإدارة تاع الطاقم الفني تاع المطبي تاع كامل المسؤولين. ويبقى فوز الاتحاد هذا العام بلقب البطولة عاملا محفزا للنادي في مواصلة حصد الألقاب وتأدية مشوار مشرف في رابطة الأبطال الإفريقية.